طبعا يعني مش معنى انه غفر يعني يسيب نفسه ملطشة، احنا ده مش معنى الغفران. لما هخلص من الوجع، هخلص من المرارة، بعد كده ممكن اخد موقف، بس موقف out of ايه، يعني ناتج من ايه، من غيظي، هيطلع موقف غلط ولا مرتاح. لكن انا شفاني وقال لي انا هجيب لك حقك، ممكن اخد موقف. ده حتى السيد الرب نفسه لما لطموا العبد، مع ان هو اللي قال لنا من ضربك على خدك لا يحول له الاخر، وقف له قال له ستوب، ما شالش مراره منه. ان كان كنت قد فعلت رديا اشهد عن الردي، انا رايح محكمه بلغ اللي انت عاوز تقوله، لكن مش من حقك تمد ايدك. فالغفران لا يعني التساهل في الحق، لكن الشفاء الداخلي، حاجه كده ايد الله الحنونه يطبطب ويشفي الوجع.